بسم الله، في هذا الفيديو حنتكلم عن الاسبانينج تري بروتوكول STP، وهو بروتوكول لاير 2 مخصص للسويتشات لاير 2. بس قبل ما نتكلم عن STP خلينا نشوف أهمية وجود الريدندنسي في الشبكة. لنفرض عندي هذه الشبكة فيها هذه السويتشات متصلة بهذا الشكل، هذه السويتشات بتوصل الشبكة بطريقة صحيحة، ولكن هذه الشبكة معرضة للوقوع. السبب إذا قطع الاتصال في واحد من السويتشات فقد هذا الجزء الاتصال ببقية الشبكة. لذلك يفضل وجود خط بديل يتم استخدامه في حالة انقطاع واحد من هذه الخطوط. فمثلا في هذه الحالة إذا انقطع هذا الخط هيتبقى الشبكة فيها خط آخر لنقل الداتا. إذن الريدندنسي مهم للحفاظ على مرونة الشبكة ومحافظة عليها من الانهيار، ولكن الريدندنسي بيشكل مشكلة ألا وهي البرودكاست ستورم. البرودكاست ستورم بيحصل تلقائيا بمجرد توصيل السويتشات مع بعضها البعض. السويتشات ترسل فريم يعرف بالهيلو بي بي دي يو أو البريدج بروتوكول داتا يونت. هذا البروتوكول أو هذا الفريم يتعرف على الشبكة بحيث أن السويتش يحدث بياناته ويعرف السويتش الأقرب له عشان يرسل له الداتا. اللي بيحصل أنه كل سويتش يستقبل هذا البي بي دي يو يرجع يرسله لبقية السويتشات المتصل فيها. فتخيل هذا الأمر يتكرر مع كل السويتشات، فيفضل الهلو بي بي دي يو هذا يدور في الشبكة باستمرار مشكل ترافيك بدون أي فائدة، وهذا الترافيك بياخذ من الباندويث للشبكة، بالإضافة إلى أن السويتش حينشغل بعملية تحديث الماك ادرس للسويتشات المتصلة به باستمرار، بيحدث الماك ادرس لهذا السويتش ويرجع يحدث الماك ادرس لهذا السويتش ويرجع يحدث الماك ادرس لهذا السويتش وهكذا. هذه العملية تسمى الماك ادرس فلابينج، وهذه لا فائدة منها في داخل الشبكة، لا البرين برود برودكاست ستورم ولا الماك ادرس فلابينج، مجرد مضيعة مجهود للسويتشات في الشبكة. فلذلك يفضل استخدام بروتوكول ينظم عملية نقل الترافيك في الشبكة بحيث انه يعمل او يصنع سينجل باث، ووقت الحاجة يفعل بقية الباث. ليش؟ بحيث يحمي الشبكة من الانهيار ويحميها من البرودكاست ستورم. فال STP ميكانيزم كالتالي: أولا اختيار روت بريدج أو روت سويتش أو سويتش أساسي، وكلمة بريدج نقصد بها دائما السويتشات الموجودة في الشبكة. فبعد اختيار الروت أو السويتش الأساسي يتم اختيار البورت اللي تشكل المسار وتعرف باسم الروت بورت، وهذه الروت بورت هي اللي تشكل السينجل باث. بعدها يتم اختيار الديزيجنيتد بورت والبلوكت بورت، فهو بيحدد هذا البورت هل يكون بلوكت أو designated.
designated معناتها forward مسموح له يمرر الداتا، وبلوك معناتها مقفل، وأحيانا يرمز له بالترنتيف بمعنى آخر إنه يمكن استخدامه في حالة تفعيله من الروت. طيب فخلينا نشوف البريدج اي دي هذا كيف بيتركب. البريدج اي دي عبارة عن 64 بت مكون من جزئين، البريدج بريوريتي والماك ادرس. بما ان الماك ادرس ثابت في الشبكة، فيتم تغيير البريدج بريوريتي لتغيير البريدج اي دي. لذلك عند المقارنة نقارن البريدج بريوريتي اولا، واذا تساوت نقارن الماك ادرس، والماك ادرس الاقل هيرشح البريدج انه يكون هو البريدج او الروت بريدج. ايضا في عندنا في السويتشات الحديثة بامكاننا انشاء اس تي بي لكل في لان، فعندنا اس تي بي للسويتش، بامكاننا انشاء البي في STP وهي per VLAN STP per VLAN. ال per VLAN STP بيتم فيها تغيير ال priority من مجرد فقط priority لحالها إلى جزئين priority و VLAN، فأربعة بت خاصة بال priority و 12 بت خاصة بال VLAN. ال 12 بت الخاصة بال VLAN هتعطينا 4096 فيلان، والبريوريتي الأربعة بت هتبدأ من 4096 وتزيد ب4096 وتنتهي ب32768. فالمينيمم بريدج بريوريتي هتكون هذا الرقم زائدا رقم الفيلان اللي هو واحد، هيصير مثلا عندنا 32769 أو 4097 كمينيمم وماكسيمم. أوكي طيب كيف أختار الروت بريدج؟ عشان أختار الروت بريدج أقارن البريدج آي دي، وبما أن البريدج آي دي متكون من البريوريتي والماك أدرس، وبما أن الماك أدرس ثابت فأقارن أولا البريوريتي، إذا تساوت البريوريتي أقارن الماك أدرس. بعد اختيار الروت بريدج أختار الروت بورت في كل سويتش آخر متصل في الشبكة. كيف أختار الروت بورت؟ أولا اللو كوست كونكشن، فاللو كوست أو الكوست نقصد بها الباث كوست والانترفيس كوست. فالباث كوست هو الكونكشن الواصل ما بين الروت بورت وبين البورت اللي نبغى نرشحه انه يكون روت بورت وما بين الروت بريدج. الانترفيس كوست هو المخرج او البورت اللي احنا بنستخدمه، هل ايش نوعه. طبعا بالنسبة للكوست في عندنا حسب سرعة نقل الداتا في الشبكة، في عندنا الإيثرنت نتوركس الكوست فيها 100، الفاست إيثرنت الكوست فيها 19، الجيجابت إيثرنت الكوست فيها 4، والتين جيجابت إيثرنت الكوست فيها 2. في حالة تساوي الكوست ننتقل إلى المقارنة ب الفورورد بريدج اي دي. نشوف البورت، نشوف السويتش الاقل اي دي هو البورت المتصل فيه هيكون الروت بورت. في حالة تساوي البورت او البريدج اي دي بمعنى انه التو بورت متصلة على نفس السويتش، ننتقل إلى مقارنة البورتس نفسها، البورتس المتصلة في الفورورد بريدج أو في السويتش الآخر. البورت الأقل رقما هو المتصل بالأقل رقما هو البورت المرشح للروت. بعد اختيار وتحديد الروت بورت لكل السويتشز
ننتقل إلى تحديد الـ Designated Port. الـ Designated Port هنطبق معاها نفس الخطوات هذه. ما تبقى من الـ Ports يعتبر Blocked أو Undesignated. Non-Designated. تعال ناخذ مثال عشان توضح المسألة أكثر. فعندنا هذه الشبكة على سبيل المثال، هذه الشبكة فيها 5 سويتشات، هذه السويتشات كالتالي: سويتش 0، سويتش 0، سويتش 1، سويتش 2، سويتش 3، سويتش 4. وعندنا هنا البريدج اي دي، البريوريتي والماك ادرس لكل سويتش. نلاحظ ان البريوريتي لكل السويتشات متساوية، اذا حنقارن بالماك ادرس. فبعد ما نقارن الماك ادرس في كل السويتشات نجد انه الاقل ماك ادرس بينهم هو سويتش رقم 3 0001، البقية كلها 001 00E 006 و 0006، فأقرب 2 3 و4 والأقل هو 3. إذا سويتش رقم 3 هيكون الروت بريدج. فنعمل عليه علامة ونقول هذا الروت بريدج ونحط عليه علامة، هذا الروت بريدج. الآن السويتشات البقية نحدد فيها الروت بورت. الروت بورت هو الأقل تكلفة. في السويتش 1 هذا الروت، أو عفوا هذا البورت هو الأقل تكلفة، لأن تكلفته Fast Ethernet Connection اللي هي 19، فإذا هذا حيكون الروت بورت. نفس الشيء في السويتش 2، البورت جيجا 2 جيجا كونكشن، إذا الكوست 4، إذا هذا هو الروت بورت. تبقى سويتش 4 وسويتش 0. فسويتش 4 عندي 4 كونكشنز او 4 بورت متصلة. اقرب البورتس هذه الى الروت بريدج هي كالتالي: عندنا هذا وعندنا هذا وعندنا هذا البورت، وهذه كلها الكوست لها 4 جيجا بت فاست ايثرنت 19، فهذه 23، وهذا 19 و4 23 أيضا، وهذا 19 و4 23 أيضا. إذا كلها متساوية في الكوست. فنلاحظ تساوي الكوست، نقارن البورت المتصل بالسويتش الأقل في الـ ID. فالسويتش 1 والسويتش 2 أيهم أقل ID؟ هذا سويتش 1، هذا سويتش 2. فسويتش 1 ما حقارن البريوريتي لأنها متساوية، حقارن الماك أدرس، فأجد الماك أدرس في سويتش 2 0060. إذا سويتش 2 البورت المتصل به هو الروت بورت. فكذا وصلنا أو اخترنا الروت بورت على سويتش 4. نيجي لسويتش 0. سويتش 0 في عندي FA4 FA3 FA2 FA1. اقرب البورتس هذه للروت بريدج هي FA4 FA1 FA2. الباث بهذا الشكل والتكاليف او الكوست بهذا الشكل: 19 و19، هذه تقريبا 38، و4 و19 هذه 23، و4 و19 23. إذا 38 بعيدا نمسحها، يبقى 23 هذه الاثنين. أيهم اثنين أو واحد هم الروت بورت؟ بما أن الكوست متساوية ننظر إلى السويتش المتصل به. السويتش سويتش 2، بما أن التو باث أو التو بورت متصل على نفس السويتش، إذا نفس البريدج آي دي. فإذا ننتقل إلى الخطوة الثالثة، هي مقارنة البورت الأقل.
البورت الأقل في السويتش الآخر هو 1، إذن هذا البورت هيكون روت. أوكي، كده وصلنا لكل الروت بورت. نبدأ الآن في الديزيجنيتد بورت. الديزيجنيتد بورت هي البورت الفورورد اللي بتوصل الداتا. قاعدة: أولا كل البورت الموجودة في الروت بريدج عبارة عن ديزيجنيتد بورت، فهذه ديزيجنيتد. قاعدة أيضا: كل البورت المتصلة بالروت بورت عبارة عن ديزيجنيتد بورت، فإذا هذا متصل بالروت بورت هذا ديزيجنيتد بورت، هذا متصل بالروت بورت هذا ديزيجنيتد بورت. طيب يتبقى هذه البورت الأخرى اللي مش معروف هل هي ديزيجنيتد أو alternative أو blocked. هنبدأ بالأبسط، عندنا switch to ما تبقى فيه إلا FA2، ف FA2 أو FA1 أيهم designated؟ هننظر أولا على حسب ال connection، فعلى حسب ال cost عندنا 19، فالاثنين عندنا 19 حسب الكوست، فعندنا هنا 19، وحسب الكونكشن او القرب من الروت بريدج فالاثنين اقرب او الكوست اقل، بمعنى 4 ويوصل الى الاثنين، بينما 1 4 و19 ويوصل للواحد، فهنا 23 وهنا اثنين، إذا هذا الروت، عفوا إذا هذا هو designated. إذا كان هذا designated حيكون هذا alternative، فنخليه بلون آخر. نروح على switch zero. switch zero عندنا هذا alternative وهذا zero two root، يتبقى fa three و fa four، ف fa three متصل مع switch four، و switch four متصل أيضا مع عن طريق FA3. أيهم أقل كوست، أو عفوا أيهم أي نعم أقل كوست للروت بريدج؟ عندنا هذا، هذا بياخد 4 أو على أي مسار بياخد 4 و 19 23، بينما هذا هياخد 19 19 بالإضافة إلى الأربعة تقريبا 42، فهذا حيكون root، عفوا designated، وهذا حيكون alternative أو blocked. يتبقى ال FA4. ال FA4 عندنا 19 و 19 38، وهذا حيكون 19 فقط، إذا هذا alternative وهذا designated. يتبقى الآن البورت الموجودة على switch 1 و switch 4. لاحظ كلها الاثنين 4، فبما انه الاثنين هتعطيني 4 والأقرب هذه 19 وهذه 19 و4 هتعطيني 23، فتصير هذه alternative وهذه designated وهذه designated. اوكي، الان نكتب الالترناتيف، فهذه تصير alternative، هذه تصير alternative، وقلنا هذه تصير alternative وهذه تصير alternative وهذه تصير alternative. اوكي، طيب الان نتاكد من هذا الكلام بالسويتشز. نروح على السويتش نفسه ونقول enable، وبعدين show spanning tree. فنلاحظ في switch zero في عندي ال FA zero alternative مضبوط، وبعدين ال FA two root مضبوط، بعدين ال FA three alternative مضبوط، ال FA4 عفوا هذه ال FA1 هنا، وال FA4
alternative مضبوط. فالآن هذه طلعت صحيحة. ننتقل إلى switch 1. switch 1 يقول enable show spanning tree. الآن FA3 root صحيح, FA2 designate صحيح, Giga2 designate صحيح, و Giga1 designate صحيح. إذن هذا أيضا صحيح. ننتقل إلى switch 2 ونقول enable show spanning tree. فعندنا Giga2 root صحيح, FA2 designate صحيح, FA4 designate صحيح, FA1 designate صحيح. إذن هذه صحيحة. ننتقل إلى switch 3. switch 3 خلاص معروف بما أنه هو الروت, ولكن عشان نتأكد كمان نقول enable show spanning tree. فنقول عندنا FA إيش هذا, FA1 designate و FA2 عفوا Giga1 designate صحيح. ولكن عشان أتأكد كمان أكثر عندي هنا لو طلعت شوية هلاحظ هنا عبارة this bridge is the root. هذا يأكد لي إنه هذا هو الروت بريدج. أوكي طيب نشوف الآن السويتش رقم 4 والأخير. نقول enable show spanning tree. الآن نبدأ ب 1 FA1 root صحيح, FA3 designate صحيح, و GA alternative صحيح, و GA الثانية alternative صحيح. إذن الآن حددت جميع الروت والديزيجنيتد والروت بريدج في هذه الشبكة بناء على المعطيات ل الماك ادرس والبريوريتي والروت بريدج. وبكذا نكون خلصنا هذا التمرين لتحليل الشبكة واختيار الروت بريدج واختيار الروت بورتس وتعريف الديزيجنيتد بورتس والالترناتيف بلوك بورتس.